السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله، واقتراح جديد نتمنى إن شاء الله ينال استحسانكم. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نقدم لكم في هذا الفيديو طبق ديال الركان في الفران ان شاء الله. طروفه ديال الركان كيجيو رائعين رائعين، وبالتتبيله زوينه بزاف. غادي نكهها النكهه ان شاء الله غادي تعجبكم، وكيجي زوين. وغادي نرافق الركان بالرز، هذا الرز كيوجد دغيا دغيا، ما كيتعطلش سريع، هذا ما كيدخلش الفران. وزدت عليهم لاصوص، نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الطبق وهذا الشيء اللي رافقت معاه، وزيدوا معها شلاضه ما فيها بس، كيجي رائع مع شلاضه وهذا لاصوص والرز. تابعوا معايا الطريقه والمراحل، فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نبدا بها هو الرز. باش نربحوا الوقت خديت انا هنا واحد 400 غرام ديال الرز كلاصي، يعني هذا الرز كلاصي اللي غسلته مزيان. المهم نتوما القياس اللي بغيتو ديروه نص كيلو ولا اكثر ولا اللي بغيتو. خديت انا هنا واحد 400 غرام ديال الرز كلاصي وغسلته مزيان، ودرته هنا في هذه الكاسروله. غادي نحتاج شويه ديال المعدنوس، المعدنوس يعني ماشي ربيع مخلط. هنا قطعت شويه ديال الروكان طريفات صغار، هذا غادي نخليه للاخر يعني ما نستعملوش في الاول دغيا غادي يطيب. وعندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال زيت العود. بالنسبه للتوابل ما غاديش نستعمل شي توابل يعني اللي هي كثيره. غادي ناخذ هنا واحد نص معلقه ديال الكمون، وغناخذ الملح. الملح يعني على حساب الذوق، الملح راهنا كنذوقو ماشي مشكل. وهنا واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار، هادشي اللي عندنا. غادي نضيف دابا شويه، ما عنديش هاد المعدنوس كله، غنضيف هكا شويه ديال المعدنوس، وغنضيف صافي هاد جوج معالق كبار هنا ديال زيت العود. صافي هادشي اللي غادي ندير، وصافي دابا غادي نزيد عليه الماء ونردو يطيب. ها انتما دابا درت الماء بزايد، من الاحسن نديروا الماء بزايد حتى يطيب لينا هذا الرز مزيان. انا هاد الطريفات عاوتاني نيت تبلتهم بنفس التوابل اللي عندي هنايا، وغادي نخلطهم مزيان ونخليهم هنا على جنب حتى يطيب ليا الرز، وعاد غادي ندير هذوك الطريفات ديال الركان. دابا غنشعل عليه ونخليه يطيب، وندوزو نديروا التوابل للركان ديالنا للطبق. دابا دس معكم للطبق الرئيسي. الركان ديالنا قطعتو هانتم كيف ما كتشوفوا، يعني قطعتو على هذا الشكل اللي كيف ما بغيتو نتوما ديروه، على شكل طولي ولا الاختيار ليكم. المهم انا غادي نوريكم لاباز وانتوما ديروا الشكل اللي بغيتو. قطعتو بحال هكا كيف ما كتشوفوا. غادي هنا غادي ندير عليه واحد 4 كاس ديال زيت العود بحال هكا، 4 كاس. واللي كيبغي زيت العود بزايد يكثر. هنا عندي بالنسبه للتوابل عندي هنا تحميره، عندي الملح، وعندي الابزار، وعندي شويه ديال الخرقوم، وعندي هنا الزعتره. هذه راه الزعتره اللي سخنتها شويه في المقله حتى سخنت، وحكيتها مزيان. كنبدا نحكها هكا بين يديا غير بحال هكا، نحك ونعاود، راه دغيا كتحك كترجع مطحونه بحال الا طحناها في يعني في الطحان الكهربائيه. وكندوزها في الصفايه يعني كبيره اللي كنصفيو فيها، صافي وكتخرج ليا هكا. انا غادي نوريكم الزعتره ماشي الزعتر. هانتم ها الزعتر، هذه الزعتره كتجي رقيقه الشكل ديالها، هانتم كتجي رقيقه بزاف. الزعتر فيه داك الوريقات، هانتم شفتوا الوريقات، راه كاين فرق ما بين الزعتره والزعتر. دابا هذه الزعتره هي اللي حكيت سخنتها في المقله، وحكيتها بين يديا ودوزتها في الصفايه، صفيتها وخرجت لي هكا هاد البودره بحال هكا. صافي غادي ندير كلشي دفعه واحده، ما غنديرش حاجه مورا حاجه، صافي. وغادي نخلط بحال هكا، راه ساهله ما كاينش شي صعوبه. انا الرز ديالي راه كيطيب دابا، باش كنربحوا الوقت كنبداو بالرز هو الاول، وكنردوه يطيب، وكننجيو لهنا لهاد الطريفات ديال الحوت ديالنا، وكنتبلوهم بحال هكا. كيجي رائع بالزعتره
واللي كيحب الزعتر يدير الزعتر، يدير الزعتر، واللي بغى يدير، بغيت نقول الازير، اللي بغى يدير الازير كيحب الازير، راه حتى بالازير كيجي رائع. صافي دابا انا غادي ندخل المول ديالي، غادي ندخلو للفران ونرجع معكم نوجدو لاصوص باش نرافقو الطبق ديالنا. هنا عندي واحد 4 ديال المطيشات، هادي باش نصوبو لاصوص، ندوز عليهم هكا نفتحهم وغادي ندوزهم في الحكاكه الرقيقه. يعني حنا حاجتنا في هاد المطيشه يعني تجي لاصوص مدعونه كيف ما كنقولوا، ما تجيش، ما بغيناش نقطعوها طروفه. دابا غندوزها في الحكاكه ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا انا حكيت مطيشه ديالي من بعد ما حيدت لها الزريعه، نقيتها من الزريعه ودوزتها في الحكاكه الرقيقه. كندير هنا واحد ضامه ديال مطيشه ديال الحك، هاد الضامه كنديرها في هادوك ديال الكلاصون، غنوريهم لكم. مطيشه ديال الحك انا غير كنجيبها كنعمرها في هادو، يعني الطاس الكبير كامل كنعمرهم هنا ونديرهم في الفريكو غير يبسو، يعني كيجمدوا مزيان. كنبدا ندير هكا يعني باش كيتقلعوا شويه، وكنعمرهم في ميكا ديال الفريكو ونردهم، يعني باش مني كنحتاج كنجبد بحال هكا وحيده ولا نص. راهم يعني الا بغيتوا تقسموا راهم كيمكن لهم يتقسموا، ماشي يعني يابسين. صافي كيف ما شفتوا درت وحيده. بالنسبه للتوابل هنا عندي التحميره او الشاونيه ولا كلها وشنو كيقولها. هنا عندي الزعتره باش كنمشيو مع، يعني كنمشيو مع الطبق ديالنا، يعني ما كنخرجوش من ديك النكهات. هنا عندي الحر بالنسبه للصوص، والحر اختياري، والملحه، وعندي هنا الكمون، هادشي اللي عندي. غادي نكب كلشي هنا هكا. هنا كنجيب واحد المقله عاديه كيف ما كانت، وكنخوي هنا الخليط ديالي. بالنسبه للزيت انا ما غادي نديش زيت خضراء، انا نقول لكم شنو غندير. بالنسبه للزيت انا خديت هذا المول اللي دخلت فيه الطروفه ديال الروكان ديالي، هانتم كتشوفوا ليدام اللي درنا. غادي ناخذ شويه ديال ليدام من هنا باش كتجي النكهه زوينه ديال لاصوص. هانتم بحال هكا، علاش قلت لكم بامكانكم ديروا الزيت يعني اكثر. صافي انا كافيني هادشي، صافي. وغادي نرد المول ديالي زيدي، غادي نولي نقلب هاد الطريفات، نقلبهم ويتحمروا، وغادي ان شاء الله غادي تشوفوا هذا في طبق التقديم. دابا غندير لاصوص ديالي طيب ونشوف الروز. وكيف ما كتشوفوا انا لاصوص ديالي ها هي كطيب، هانتم ها هي كطيب. غنزيدها شي شويه ديال الماء باش ما تجيش ناشفه، غير لما طيب ونخليها داك الساعه توقف ليدام ديالها. والرز بقى له غير شويه ويوجد، يعني ما بقالوش بزاف، انا قلبت ورقيت تقريبا يطيب، يعني نخليه حتى يطيب وعاد ندير هذوك الطريفات، لانه هذا الرز واخا يتعطل في الطياب ما كيتعجن حتى شي حاجه. صافي هادشي اللي بقى لي، الرز ديالي غير يطيب، غادي نضيف له ديك الطريفات ديال الحوت ديال الروكان ونطفي عليه. وكذلك بالنسبه للصوص ان شاء الله غير توقف ليدام ديالها، وغادي ان شاء الله نطفي عليها. والحوت ديالي راه كيطيب في الفران غير يوجد، ان شاء الله غادي نطلقه في طبق التقديم. الطبق ديالنا هو هذا، هانتم كيف ما كتشوفوا جاد معنا، كيجي هكا محمر، كنخليوه حتى كيتحمر. وبامكانكم هاد الحوت تخليوه يعني في المول فاش طيبناه هكذاك بديك المريقه ديالو، وتحطوه هكاك تقدموه مع شليضه ولا مع بطاطا يعني مفوره ولا، المهم الاختيار ليكم. بالنسبه للاصوص هانتم كيف ما كتشوفوا جدد، درت انا درتها في هاد الغطيرات هكا جوج، وانتم يعني فاش ما بغيتوا بامكانكم ديروها في غطيرات صغار من هكا، او غطر كبير، او اللي بغيتوا. الرز وجد معنا هانتم كيبقى في هذا اللون بالنسبه
للتقديم ديالو انا مع هذا الحوت كنخليه هكذا ابيض، وهذا ما كندخلوش للفران، كيطيب غير هكذاك في الكاسرونه، كيبقى اللون ديالو هكذا ابيض وكيجي رائع. الطريفات ديال الحوت هما هادو اللي درت معاهم، هانتم كيف ما كتشوفوا حتى كيطيب لي الرز عاد كندير هذا داك الطريفات ديال الحوت. صافي، وبغيتو تقدموه بالحار او تجمعوا هذا الشيء كامل في الطبسيل الكبير يعني، وتمونطيوه بالشكل اللي بغيتو نتوم. نتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم ويعجبكم الفيديو، وخليونا التعاليق، عطيونا الراي ديالكم في هذا الطبق هذا. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.